فينا نحكي عن النساء، إذا ما فينا نحكي عن الأم، أنت محاط بنساء قويات مستقلات متحررات مبادرات ومبدعات. يعني قبل كل شيء في خالدة، خالد سعيد، بنحب هيك نرجع نستعيد قصتك معها. يعني هيدي المرحلة اللي نزلت على الشام وتعرف، هي كانت بدار المعلمين، كثير حلوة، بنحب نعرفها القصة. يعني أنا تعرفت على خالدة كنا طفلين تقريبا، هي كانت في دار المعلمات في دمشق، وأنا كنت في السنة الأولى في كلية الآداب 1950، كان صار عمري 20 سنة يعني. وتعرفنا في بيت سيدة جميلة، أولا كانت جميلة، وسيدة من سيدات دمشق الأولى اللي هي بنت أخوه لفارس الخوري عبلة الخوري، ولها فضل كبير علي وأنا أحييها بهذه المناسبة كثيرا. ثم اختلفنا واتفقنا واختلفنا وخطبنا وفسخنا الخطبة ثم عدنا. أقول هذه التفاصيل لأن الحب في التحليل الأخير إذا لم يقم على صداقة عميقة بين الحبيبين يظل هشا. إذا لم تستطع المرأة أن تقول لزوجها ما تقوله لصديقتها، فمعنى ذلك أن العلاقة بينهما ليست سوية وليست عميقة. ولذلك قلت وأقول وأكرر أن من يحضن الحب ويعمق هو في المقام الأول الصداقة بين الحبيبين. وإذا قامت هذه الصداقة يكون هناك استقلال، يعني عاشقان مستقلان لكن يعيشان معا ويفكران معا ويحبان، يحب أحدهما الآخر بصدق وبحرية كاملة. وهذا بيخلي العلاقة تكتشف الجوانب التي لا يكتشفها عادة الإنسان. هلا الجسم مثلا، الجسم في ثقافتنا أو الجسد في ثقافتنا السائدة هو مكان للخطيئة، مكان للخطيئة، لكن في الوقت نفسه يخرج منه أعظم البشر. شوف التناقض، فكيف إذا كان جسد مكان للخطيئة وبيخرج منه أنبياء وبيخرج منه شعراء كبار، كيف يمكن أن يكون مكان للخطيئة؟ ثانيا الحياة، الحب هي جسد في المقام الأول، والجسد قارة. لكي تكتشف جسد امرأة تحبها تلزمك سنوات، يلزمك عمر، يلزمك زمن طويل، هذا أفقيا، لكن يلزمك عموديا أو عمقيا أيضا أزمنة أخرى كثيرة. وأنا أستطيع تقريبا أن أجزم أن قلة من العرب يعرفون جسد بعض. لذلك كل شيء عندنا يجب أن نعيد اكتشافه بدءا من إعادة اكتشافنا للجسد وللحب. جسد عندنا غير موجود، في حين وين التناقض، أنه موجود في المخيلة، موجود في الوعد الإلهي في الجنة، موجود بشكل يعني يموت في هناك بشر يموتون من أجله، يعني يموتون من أجل هذا الوعد. وإذا نحن بحاجة إلى أن نعيد اكتشاف هذا الجسد في حياتنا، في حياتنا التي أعطيت لنا مرة واحدة وإلى الأبد. وهذا أعظم اكتشاف يقوم به الإنسان. الإنسان ككائن أولا حرية، إذا لم يكن الإنسان حرا يكون شيئا من الأشياء، كرسيا أو شيء آخر. وإذا أهم شيء هو الحرية، لأنه بالحرية تستطيع أن تتحاور مع العالم ومع الوجود ومع الغيب ومع الله. وهذه الحرية التي أجدها هي في الإسلام، وهذا مع الأسف لا يقرأه المسلمون. مثلا تجد سورة أو نصا كاملا حوار بين الشيطان والله، والشيطان يقول لله لن أسجد لآدم، ويقول له لا،
والله وضع أبقى القرآن، أبقى هذا النص الحواري بين الله والشيطان، أبقاه في القرآن الكريم، ويستطيع أي مسلم أن يقرأه. لكن يبدو أن المسلمين لا يقرؤون هذا الحوار، وأنا أتمنى من هؤلاء الذين يشددون يعني على أو يقفون ضد الحريات الفكرية وضد الحريات الجنسية ويقفون ضد المرأة بشكل خاص، أن يقرأوا هذا النص، هذا الحوار بين الله والشيطان. أنا شخصيا يعني أظن أنني عشت بحرية كاملة، لكن أعتقد مهما أوغلنا في العيش بحرية وفي الحرية، ومهما أوغلنا في ممارسة الحرية ضمن ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة، نظل مقصرين. يعني أنا مثلا أعد نفسي بين الأشخاص الأوائل اللي عاشوا هذا الشيء، لكن هناك أشياء حتى الآن لا أزال أخاف من التعبير عنها، لا أزال أتردد في التعبير عنها. يعني المدى الحيوي ليديك ولعينيك ولأذنيك ولشفتيك ولجسدك، مداه الحيوي غير متوفر وغير موجود في المجتمع العربي. كل فرد عربي عنده عجز ما موضوعي، وهو يستطيع بقدراته أن يتخطى هذا العجز، لكنه بفعل الثقافة السائدة لا يستطيع. يعني كلنا قاصرون، نحن الأفراد العرب قاصرون. خلقنا مجتمع منافق، مجتمع رياء وكذب، في العلن تقول شيء وفي الخفاء تقول شيئا آخر أو تمارس شيئا آخر. المجتمع العربي من المجتمعات القائمة على النفاق والرياء بدرجة عالية. في الذاكرة الثقافية العربية والذاكرة الدينية، المرأة لم تخلق على صورة الخالق، خلقت على يعني صورة ما، لكن ولم تخلق كما خلق الرجل الذكر، خلقت من ضلع الذكر، لم تجبل كما جبل الذكر من الطين، وخلق كل منهما على صورة الله، لم تخلق على صورة الله. فإذا ازدراء المرأة في أساس النص الديني، وهذا لا يجوز أن ينسى. هلا يمكن تأويله بشكل آخر، لكن أول بالطريقة التي أدت إلى النظر إلى المرأة كأنها كائن تابع، كأنها كائن تابع يعني مشتق من الرجل، وإذن هي الأنثى تابعة للرجل في كل شيء، وهي في الدرجة الثانية وليس في الدرجة المساوية. سيد كل الأديان أدونيس بالمناسبة طبعا. يعني هذا محوى للأديان الوحدانية اليهود. فقط الأديان اليهودية طبعا. وضع المرأة في اليهودية أسوأ بكثير من وضع المرأة في الإسلام، لكن كل الوحدانيات هذه، الوحدانيات الثلاث، أعطت للمرأة دورا ثانويا جدا وهمشتها. ولذلك بدل أن الأنظمة الحديثة تعيد النظر وتعطي للمرأة مكانتها وتحررها من جميع القيود وتساويها بالرجل، أنت تعرف النتائج. حتى المثقفين وحتى قادة الأحزاب السياسية التقدمية لم يفعلوا ذلك. أعطيت بعض الحقوق الثانوية العادية يعني، لكن المرأة حتى الآن ليست موجودة في المجتمع الإسلامي العربي بوصفها كائنا حرا مستقلا سيد إرادته ومصيره، غير موجودة. على كل حال المثقف العربي يعني الامتحان الفظيع هو كيف بيتعاطى مع نساء بيئته الأساسية، وهذه فرصة نحيي الصبايا اثنين اللي هن بناتك، أرواد اللي هي مديرة مسرح باريزي مهم، ونينار اللي هي فنانة. نينار بتشتغل على الفن المعاصر والتجهيز وإلى آخره، وعملت كتاب حلو أنا بعتبره من أجمل ما نعمل معك، لأنه إجت قالت أنا بدي أعمل حوار معك. هذا الحوار كان محاكمة لإلك، كان اتهام، كان محاولة فهم أشياء، محاكمة الأب الغائب،
وبنفس الوقت كانت عم تجاهر بأنوثتها. فبعتقد حلو نقدر نناقش أو نحكي هيك يمرق فقرة عن كتاب نينار أحاديث مع أبي أدونيس. ما أعتقد أنه بين الكتب المهمة ليس في العربية فقط حتى في اللغات الأجنبية. يعني نادر أن تجد فتاة في بداية حياتها تحاور والدها بصراحة كاملة عن قضايا الجنس عن عدة قضايا من جملتها قضايا الجنس. مناسبة لكي أقارن بين ردود الفعل في المجتمعات الإسلامية العربية على هذا الكتاب وردود الفعل في المجتمعات الغربية. يعني اتهمت هي، أنا لا يهمني، يعني اتهم ببذاءة ومن من المثقفين. يعني بدل أن يمتدحوا هذه الجرأة وهذه الشجاعة وهذا العمق وهذه الإثارة للمرة الأولى لمشكلات الجسد مع الأبوة، سلطة الأبوة، بدل أن يفعلوا ذلك حولوها إلى تشنيع واتهامات. يعني أنا خجلت حينما رأيت ما كتب عن نينار خصوصا. أنا يعني لا يهمني هذا الموضوع، أعرفه، وهي لا يهمها أيضا، وهي أكيد لا يهمها، ولكن هي تحصنت، وهي تقول في الكتاب تحصنت باللغة الفرنسية، تحصنت بمجتمع آخر كي تجرؤ على هذا هذه المواجهة تماما. لكن حينما ترجم إلى العربية، يعني أتكلم عن النسخة العربية، عن ردة الفعل العربية، هذا مع العلم أن هناك عربا كثيرين استقبلوه بترحاب كبير، ويعني أنت بين الأوائل الذين استقبلوه.